الآن إلى الدرس 76، كلمة مهمة جدا، كلمة behavior. سوف نتعلم استخدامات كلمة behavior مع أمثلة وأيضا مرادفاتها فقط في دقيقتان. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. حتى نحقق هذا الهدف نحتاج أنه نركز لمدة دقيقتين حتى نحفظ أكبر كمية ممكنة من هذه الكلمات الجديدة. Get ready، اجهز. Write all the phrases، اكتب جميع العبارات. So you need a notebook and a pencil، حضر كراس وقلم حتى تكتب جميع العبارات. Just 2 minutes، ركز معي لدقيقتين. وأيضا repeat after me 5 times aloud، لكرر خلف العبارات 5 مرات حتى تتقنها بشكل جيد باللفظ الصحيح من أول مرة. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما دروس سابقة سوف تجد الرابط في مربع الوصف، ادخل عليه ستجد الكورس كامل هناك. كلمة behavior تأتي بمعنى سلوك، تصرف أو تهرب. سلوك، تصرف أو تهرب. behavior 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 behavior، نعم احفظها. behavior behavior. مثال في جملة: My sisters will instruct you in the behavior I expect of you. سترشدك أخواتي في السلوك الذي أتوقعه منك. My sisters will instruct you in the behavior I expect of you. كررها الآن 5 مرات واكتبها في كراسك. مثال ثاني: But in spite of his aggressive behavior، ولكن على الرغم من سلوكه العدواني، aggressive behavior، سلوك عدواني، هي شعرت safe with him، بالأمان معه. she felt safe with him، شعرت بالأمان معه. أهم مرادفات كلمة behavior: attitude، سلوك، conduct، تصرف، action، عمل أو نشاط معين، manner، طريقة أيضا أو سلوك. إذا كلمة behavior كلمة مهمة جدا، حاول الآن أن تكون جملة مستخدما فيها كلمة behavior. اكتب كلمة behavior في جملة، اكتبها في جملة، ضعها أسفل هذا الفيديو حتى يستفاد منه الآخرون. شكرا لكم أحبتي الكرام على المتابعة، وانتظروني في الحلقة القادمة 77، كلمة behind سوف نشرحها بالتفصيل أيضا. وحاولوا تدوين هذه المعلومات وكررها عدة مرات حتى تحفظوها بشكل جيد وتتقدمون باللغة الإنجليزية. استمروا بالمثابرة وإلى اللقاء قريباً.